السابعة مساء الموجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أخرج الهلال الأحمر العربي السوري الطفلة الجريحة غينة قويدر من بلدة مضايا في ريف دمشق، وقد تم إخراج الطفلة بعد مساع استمرت ليومين في ظل امتناع الإرهابيين عن إخراجها. وأفادت والدة الطفلة أن ابنتها تلقت رصاصة إثر خلاف بين مسلحين داخل البلدة، وليس كما ادعت تنسيقيات الإرهابيين ووسائل الإعلام التابعة لهم بأنها أصيبت برصاص قناص من خارج مضايا. استهدفت طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الروسي مواقع لإرهابيي تنظيم داعش في سوريا، وذلك وفقا لبيان نقلته وزارة الدفاع الروسية. وجاء في البيان أن 6 طائرات قاذفة بعيدة المدى من طراز تو-22 أقلعت من مطار مربطتها في الأراضي الروسية، ووجهت ضربات مكثفة إلى مواقع تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة دير الزور. استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على منطقة بناحية القيارة جنوب الموصل وقريتين تتبعان الناحية أيضا بعد هروب إرهابيي تنظيم داعش منها. وقال مصدر أمني في عمليات تحرير نينوى إن القوات الأمنية حررت منطقة الحواسم التابعة لناحية القيارة بعد أن شنت هجوما عنيفا لاستعادة بعض القرى التابعة للناحية من تنظيم داعش الإرهابية. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية العراقية تمكنت أيضا من تحرير قريتي الجدعة والجوعانة بعد هروب عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها. أفادت وسائل أعلام ألمانيا بإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق ضخم اندلع بمركز لإيواء اللاجئين في إقليم هيسين وسط ألمانيا. وأوضحت محطة إذاعة محلية أن الحريق عم حوالي 20 حاوية كان يسكن فيها 120 لاجئا من أصل 800 متواجدين في المركز. من جانبها أشارت صحيفة بيلد استنادا إلى مصادر في الشرطة المحلية إلى أن غالبية الجرحى تضرروا نتيجة استنشاقهم الدخان. وصلنا لختام الموجز، إلى اللقاء.